المركز الأول ليس مش حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن سالم. آلي نيبي هناك على المركز الثاني، الشاهينية وصلت في المركز الثاني لهجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي، والمركز الثاني أيضا الشاهينية، والمركز الثالث السلالة الشاهينية المتميزة تحت المراكز الأربعة الأولى بشعار هجن العاصفة والتضمير والإدارة غياث الهلالي. بينما نعود أيضا لاستكمال هذه الانطلاقات هنا بتصوغان في المركز الخامس اللي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري. وهناك على المركز نشوف المركز السادس، نعود مع هذه اللحظة مع الراسية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف نهيان وصادق بن فضل الأمين في المتابعة بالظبيان. تأتينا على المركز السابع هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي. وفي المركز التاسع هنا التواصل من كشمير لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي وبخيت بن سالم المسافري. وفي المركز العاشر عودة إلى العملة في المركز العاشر لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان والصادق بن فضل أمين أيضا في المتابعة. هذه الأسماء التي تبدو في انطلاقات هذا الصباح والتي تحمل أيضا هذه المنافسة أجواء مميزة، والمرموم دائما يستقبل الموسم في بداية 2 كيلو من البداية الأولى، والسير بهدوء مع هذه الأسماء المتميزة وعاصفية المقدمة تحمل أيضا هذه الانطلاقة وتؤكد أيضا الاستعداد المميز للجميع. بدأنا الآن والشاهينية في التنافس الفردي مع الشاهينية في المراكز الأول والثاني والثالث. في هذه اللحظة هناك الرابع أيضا يضم هذه الأسماء ويضم هذا الشعار، كم في المنافسة وأيضا أداء وكيف أيضا من خلال الأسماء التي نتابعها. ونحن هنا نتوجه إلى نقطة الانطلاق النهائية، هنا الإعلان النهائي كما يقال دائما في كل المنافسات وفي كل الإثارة. ما شاء الله ما شاء الله أداء مميز تبدأ مع هذه اللحظات، ونقترب من لوحة 1200 القريبة منا في هذه اللحظة. والشاهينية تؤكد أيضا هنا أن العاصفة لها نصيب أيضا في هذا التنافس في هذا الأداء المميز من خلال هذه البداية. 1200 للتذكير غياث الهلالي، التركيز مطلوب على المراكز الأولى. وهنا الشاهينية ما شاء الله تؤكد أيضا السير والهدوء والاطمئنان بأداء رائع من خلال هذه الأسماء المتميزة، المركز الأول والثاني والثالث والرابع أيضا في المنافسة من خلال هذه الأسماء. بالصوغان جاءت في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري ايضا. ولكن هنا اتابع ظهور المركز السادس وصول وبره في هذه اللحظات سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان ونايم بن علي الغيلاني. يا سلام يا سلام، خلاص خلاص الشوط، خلاص الاداء، ما شاء الله وتبارك الله. مشكور يا غياث، الجماهير كلها تتابع وتراقب ايضا هذا الشعار دائما مع بداية الموسم لتكون مطمئنة، والاطمئنان ما شاء الله واضح في انطلاقات هذه الفترة الصباحية. يوم مميز هنا في هذه المكرمة تمهيدي المرموم الذي يؤكد دائما بداية التنافس الرسمي على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا في هذا الأداء. شكرا مراشد، شكرا سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أيضا داعم هذه الانطلاقات ومقدم هذه المكرمة أيضا للتنافس في هذه الرياضة العربية الأصيلة. تهانينا والناموس للمرة الثانية على التوالي إلى هجن العاصفة ومالك سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. أيضا ما شاء الله المركزين الأول والثاني في هذه اللحظات الاقتراب من خط النهاية، اطمئنان وتأكيد أن الناموس الثاني أيضا بنفس الشعار بنفس الانطلاق بنفس الأداء. ما شاء الله وتبارك الله، أداء مميز في هذه البداية. وحتى أيضا نتابع التوقيتات اللي ممكن أنها تكون البداية الموفقة دائما. المركز الثالث شاهينية، وفي المركز الرابع شاهينية أيضا بشار هجن العاصفة، بينما في المركز الخامس جاءت
بصوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. الله. إذن عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى البداية، وأيضا التوقيت الزمني هنا في هذه اللحظة. نتابع التوقيت 6 دقائق 12 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهج العاصفة، تهانية لغياث الهلالي. بينما المركز الثاني جاءت أيضا الشاهينية في المركز الثاني ب6 دقائق 13 ثانية و4 من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا والناموس لهجن العاصفة مع وجود المركز الثالث، أيضا حمل نفس الشعار، شعار هجن العاصفة، وتأكيد البداية أيضا من خلال المنافسة 6 دقائق 18 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، انطلاقة تلو الأخرى وتواصل في انطلاقات هذا اليوم في ثاني أيام هذا التمهيدي، حيث تسير مع سن الإذاع وسن الاستمتاع.